تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف ممثلة بأفراد المسرحة الولائية للشرطة العامة مدعومين بأفراد الفرقة الاقتصادية والمالية بالمسرحة الولائية للشرطة القضائية وبمساهمة فعالة من قبل أعوان التجارة من وضع حد لممارسات شخص كان يعمد إلى تكديس كميات هامة من مادة السكر وزيت المائدة، مادتين واسعتي الاستهلاك، عرفت ندرة في الآونة الأخيرة بسبب هذا النوع من السلوكات. طبعا عملية سمحت بحجز ما يفوق 31 طن من السكر، ما يقارب 7000 وحدة أو لتر من زيت المائدة، وهي عملية ساهمت حتما في تجسيد تعليمات السلطات العليا للبلاد التي قررت أن تضرب بيد من حديد كل المضاربين، كل من يقومون بسلوكات مشينة تؤدي إلى ندرة في مختلف المواد الاستهلاكية.